نزل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان. ختم الله به الرسالات وأحيا به الموتى وهدى به الضلالات وهو حجة الله على خلقه. تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه من التحريف والتبديل، فقال سبحانه وتعالى: إحنا أن نحن نزلنا الذكر وأن له لحافظون. فالقرآن هو التجارة الرابحة التي لا تخسر أبدا في الدنيا والآخرة، والأجر والفضل من الله الكريم. ويكفي أن أهل القرآن فخرا وشرفا إنه خير الناس، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعزائي ومشاهدي ومتابعي تلغراف مصر في كل مكان، إحنا النهاردة معاكم في لايف جديد من داخل محافظة سوهاج، تحديدا من مركز طمة شمال المحافظة. إحنا النهاردة معانا أمنية 21 سنة حلمت حلم، الحلم خلاها تتخطى إنها تكتب المصحف في 6 شهور. إيه الحكاية وإيه القصة وإيه رحلة الكفاح دي؟ دي اللي هنتكلمه النهاردة مع حضراتكم ونعرف كل التفاصيل. أهلا وسهلا بيكي، نورتينا النهاردة. شكرا. عرفيني بنفسك أكتر. أمنية محمد نصر الفخراني، مجمر طمية سوهاج. عندك كم سنة؟ أنا عندي 21 سنة، طالبة في جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون الفرقة الرابعة. احكي لنا إيه الحاجة الجميلة دي اللي أنت عملتيها؟ إيه العظمة دي؟ شكرا. الحكاية بدأت إزاي؟ إيه حكاية الحلم؟ هو أنا حلمت حلم كان من فترة طويلة بصراحة. كان الحلم بأحداث بتدور حوالين أهوال يوم القيامة، كانت زلازل وبراكين بدأوا والناس كلها بتجري وخايفة، فأنا طلعت أجري على المصحف عشان أقرأ منه، فلقيته فاضي، القرآن اترفع، فأنا خفت خالص في اللحظة دي ومش عارفة أعمل إيه، فبدأت أقرأ بعد من سورة البقرة لحد ما أبعد عن الخطر ده، فكنت كل ما أقرأ آية تيجي سحابة كده ترفعني من الأرض، لحد ما جيت بعيد عن الخطر خالص، كل آية هكذا هكذا. لحد ما وقفت عند آية معينة بقى رجعت انزل تاني. فصحيت من الحلم ده متضايقة، انا مش عارفة اعمل ايه وخايفة من اليوم ده وازاي انا لسه مش حافظة. طب انا اعمل ايه عشان ابقى ساعدت في الحلم ده؟ هو ضل بقى متابعة لحد ما جاتني فكرة ان انا اكتب المصحف بخط ايدي. الحمد لله دورت على المصحف المفرغ لحد ما لقيته وطلبته، وبعدين جبته وحددت وقت ان انا لازم اخلصه فيه، وبدأت الحمد لله خلصته. هي الحلم كانت نقطة البداية. أيوة. طب مين كان يدعي ليكي خلال الفترة دي؟ لا، كان ماما وبابا واخواتي، لأنهم بس اللي كانوا يعرفوا فترة طويلة حوالي 4 شهور، ما كانش غيرهم اللي يعرفوا، هم كانوا بيشجعوني وبيتابعوني. لما بحبط كده وببدأ أكسل هم اللي لا بيفوقوني، لا قومي ويلا كملي. وبعدين بدأ صحابي عرفوا الموضوع برضه، فرحوا خالص معايا وشجعوني وفضلوا متابعين معايا. بس يعني لحد ما انا خلصته كان جزء صغير خالص اللي يعرف. كنت حابه ان الموضوع ده ان انا اعمله ويبقى حاجه كده حلوه عملتها في حياتي، والحمد لله. مسك المصحف. ممكن كده تحكي لنا عن كل تفصيله انت مريتي بيها؟ اكيد كل صفحه ليها يعني خطوه معينه في حياتك. يكفي ان انا طول ما انا بكتب بقرا في القران، بكتشف حاجات جديده. لا، انا بقيت عارفه تشكيلات معينه من غير ما ابص عليها، بقيت عارفه بدايه نهايه بدايه الايه ونهايتها، لها علاقه باللي بعدها. عرفتي الاماكن والمواضع بتاعت كل ايه تحديدا؟ ركزت اكتر في التجويد والتشكيله والاحكام. طبعا زي ما حضراتكم شايفين في تأني ودقه كمان، الحمد لله. طب ما قلتيش لا مثلا ده هياخد وقت كتير، لا مثلا مجهود وعلى دراستي، بما ان حضرتك كمان انت بتقولي انا بدرس لسه في جامعه، ده ما اثرش مثلا على دراستك وجامعتك ومحاضراتك؟ عرفتي توفقي ازاي؟ احكي لنا كده التفاصيل. لا خالص، هو ما اثرش، خصوصا ان انا محدده له وقت معين. مثلا ورد في اليوم ان انا مش هنام غير لما اخلصه، فكنت بختار الاوقات اللي انا مش معايا حاجه، يعني من بعد صلاه الفجر، بالليل، في الوقت الايام الفاضيه معايا. فكنت لا بالعكس، ده انا لما مثلا بذاكر وبزهق بروح اكتب شويه، لما مثلا خلاص انا مش معايا حاجه او زهقانه. انت مقسمه الوقت بتاعك تحديدا. فعرفتي توفقي بين دراستك وما بين كتابه المصحف. بالظبط، حتى لو هاجي في يوم انا مضغوطه لا هكتب حتى شويه عشان يبقى اليوم ما عداش كده من على الفاضي. فبدات اكتب الحمد لله لحد ما خلصت. تحبي توجهي ايه اللي لسه بادئ تحديدا في بدايه القران ولسه بيعافر ويقول الموضوع صعب والموضوع طويل؟ نصايحك وتوجهاتك تحديدا بما انك مريت بمرحله يعني مش سهله، فيها صعوبات وفيها مشقه ومش اي حد يعمل كده. لا، القران نفسه ما ينفعش ان احنا نقول ما لناش وقت ليه، ما زحنا القران شيئا الا باركه.
الصحابة رضي الله عنهم كان طول الوقت في الجهاد وفي الدعوة، وكانوا يزعلوا ان هم مضيعين وقتهم في بعيد عن القرآن، مع انهم مضيعين في المجاهدة، بس لا زعلانين ان هم بعاد عن القرآن ولو دقيقة ولو لحظة ولو يوم. فاحنا عشان خاطر نعلن الإسلام ونرفع راية الإسلام ونرجع تاني زي ما الرسول سابنا، لازم نرجع للقرآن. فالحمد لله اللي هدانا للعمل ده، واتمنى والله ان كل واحد يبدأ يحفظ يقرأ. كان الأستاذ أحمد القياس الصحفي، حابة أوجه له شكر كمان، قال لي جملة حلوة، قال لي إحنا مش عايزين كل واحدة تكتب المصحف، إحنا عايزين كل واحد يحاول يحافظ على الإسلام بطريقة معينة، ما شاء الله، بطريقته الخاصة. ففعلا هو معاه حق. إحنا أنا فكرت في الحاجة اللي بإيدي، فكرت أنا عايزة يوم تشهد علي أيدي ورجلي زي ما مكتوب في القرآن الجاهل. فأنا عايزة أكتب. أنت بتعملي بيه كل حاجة بتكتبيها لازم تطبقيها الأول. بحاول والله على قد ما أقدر. فغيري حفظ القرآن ما شاء الله، كانت معايا واحدة رفيقتي في القرآن برضو تم تكريمها، ختمت القرآن في جلسة واحدة ما شاء الله، عظيمة أسرار. فكل واحدة متميزة بحاجة معينة، لازم نحاول على قد ما نقدر نحفظ ننوع ونختلف، نقرأ نتدبر، ناخد دورات في تفسير القرآن. ربنا يبارك لك ونشوفك كده أحسن الناس. هننتقل لبابا كده. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا النهاردة، عرفنا بنفسك. محمد ناصر حريد الفخراني المدمر. والد أمنية. والد أمنية. احكي لنا كده شعورك إيه وكان دورك إيه تحديدا في العظمة اللي عملتها أمنية. والله أمنية فاجأتنا مفاجأة بالمصحف. حضرتك ما كنتش تعرف. كناش نعرفه خالص. مدرسة مصحف. هي خدت الخطوة من نفسها. خدت الخطوة من نفسها. فاجأتنا بيها من بعد الحلم، فاجأتنا بيها مفاجأة. وفرحنا كلنا اخر فرحه وسعاده، واحنا توقعنا ان مش حاجه جديده على أمنية. مش هتوصل. مش حاجه جديده على أمنية. هي من صغرها ما شاء الله عليها. متفوقه، من مفاجات الحمد لله. وفرحنا بها لانه برضه احنا عارفين انها مش جديده عليها ان هي تاخذ خطوه زي كده، وكل السعاده وكل فرحه. ربنا يبارك لك فيها يا رب ويحرصها. ننتقل للست الوالده. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا النهارده. احكي لنا كده، اكيد طبعا البنت بتكون قريبه من امها اكتر من ابوها، احكي لنا كده قصه الكفاح العظمه دي وكان دورك ايه تحديدا مع امنيه. امنيه طبعا هي بره بوالديها زي ما احنا قلنا كده من زمان، يعني من هي صغيره بره بوالديها، وبتحب يعني حفظ القران وبتحب تتمسك بايات القران، حتى الصوم بداته من قبل الجيل اللي هي كانت هي صغيره. الصلاه بداتها برده صغيره مع في سن، يعني لما كانت بتشوفني اصلي ابص الاقيها من غير ما اقول لها جبت مصلي وصلي بتقلد. أيوة. طبعا ده طبيعي في الاطفال. أيوة. بس الحلو في الموضوع ان هي الاطفال بيقضوا فتره وبعد كده بيقفوا، لا هي كانت تواصلت متواصله وبتسال، واي حاجه مش عارفه بتسالني فيها. ومعها اخلها الشيخ فتحي الله يرحمه، كان برضه من إمام مسجد. إمام مسجد. كان لي دور هنا. هو أساسا كان وكيل مع الأزهر في السنة، وكان مشجعها ومدعمها معنويا وماديا، وكانت والله كل الأهل والأقارب سواء إعمام إخوان. حاجة عظمة، يعني إحنا طول ما هو في خير وفي خطوة إيجابية لازم نساعد. فعلا يسألوا عليها أمنية وصلت فين، أمنية شغالة ولا وقفت، حتى ارتدائها للملابس كان بيتغير عن جيلها خالص. ايوه طبعا، يعني انا كأم كان في فتره اقولها لا طب انت البسي زي غيري مثلا. لا انا احب البس زي متمسكه بلبس معين. لما حد بيطلبها في اي حاجه بتخص الدين ما بتاخرش خالص، بتحب تساعد. بتساعد جدا. يعني حتى لما راحت الكليه ودخلت في موضوع رساله وكده، كنت انا كأم يعني طب ودراستك هتاثر على دراستك، بتقولي لا يا ماما عامل الخير عمره ما كان بياثر في الدراسه. وكانت هنا بتدي في القرية هنا دروس فقه وتحفيظ في المكتب القرآن، بتحفظ الأطفال الصغيرين، بتحفظ إخواتها هنا. هي حفظت القرآن فبتعمل بيه يعني. بتعمل بيه يعني والله الحمد لله بقدر الإمكان، بتعمل بيه في كل حاجة في حياتها، مش يعني في الدراسة بس. ربنا يبارك لك فيها كده وتشوفها أحسن الناس كده، وإن شاء الله بإذن الله نشوفها على المناصب. آمين آمين. نحب كده نسمع منك حاجة كده قبل ما نختم. الحمد لله اللي وفقني فعلا لهذا العمل، واتمنى من الله ان هو يتقبل مني. وفعلا خالص والله لوجه الله. وانا والله عددت النوايا من باب اعمالا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، انما الاعمال بالنيات. فانا حبيت اخذ اكثر من نيه للمرضى، ربنا يشفيهم، لامواتنا ربنا يرحمهم، الاهل ياخذوا الثواب، كل المدرسين ومشايخي، على راسهم طبعا الشيخ علي الجندي وكل معلمات دار المعالي، حابه اشكرهم فعلا. وكل اللي ساعدني وكل اللي فرح بيا، حتى مجرد ان هو بعد ما عرف بعد ما نهيت وانبسط بيا، لا انا فرحانه بيهم خالص وفرحانه ان هم فرحانين بي.
فالحمد لله ربنا يبارك لك. عقبال كده ان شاء الله باذن الله ما تختم القران نيجي نبارك باذن الله. طب ممكن كده عجبني الشيخ احمد الطيب اكيد ان شاء الله اكيد عجبني. يعني انا اصلا كان من ضمن النوايا اصلا اللي انا كاتباها ان ليه هو طبعا سواء بيروح ان شاء الله يا رب ان شاء الله. واتمنى ان انا اجاب له كده عشان ان شاء الله. ممكن نسمع كده ايات من القران بصوتك؟ اي حاجه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ممكن كده بس نشوف المصحف كده صفحاته زي ما حضراتكم شايفين عن ظهر قلب في دقة. تسلم ايديك والله تسلم ايديك ما شاء الله اللهم بارك. بنشكرك نورتنا النهارده نورتنا يا حاج. اعزائي المشاهدين ومتابعي تلجراف مصر بنشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء في لايفات تانيه جديده من داخل المحافظه في رعايه الله وامنه.